بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة عن الوايرد نتوركس. طبعا زي ما حكينا سابقا انه احنا ممكن نقسم الشبكات لنوعين حسب طبيعة اللينك اللي بيربط بين اجهزتها. النوع الاول اللي هو الوايرد نتوركس، بمعنى اخر في عنا كابلز ما بين الاجهزة اللي بالشبكة. من اشهر انواع الكابلز الفايبر اوبتيك كابلز اللي رح نحكي عنها في نهاية هذا الفصل ان شاء الله. والنوع الثاني اللي هو الوايرلس نتوركس، وغالبية المواضيع اللي رح تمرق علينا في بلوك 2 رح تكون عبارة عن وايرلس نتورك سيستم. طبعا هون ما بكونش في عنا كابلز، وبالتالي الداتا فعليا هي بتتحرك في الفراغ او في الهواء اللي حوالينا. طبعا اي شبكة بشكل عام هي تتكون من مجموعة من النودز واللينكس. النود معنى كلمة نود يعني ديفايس، يعني اي جهاز ممكن يكون موجود بالشبكة، زي اجهزة الحاسوب بانواعها المختلفة، الطابعات، في عندك كمان الراوترز والبريدج السويتش الهابز اللي رح نحكي عنهم خلال السكشن هذا. كمان هاي تعتبر كلياتها نودز. ممكن كمان ان نقسم الشبكات حسب الجيوغرافيكال سبريد. جيوغرافيكال سبريد يعني المساحة الجغرافية اللي بتغطيها. فعندنا اصغر نوع من انواع الشبكات بنقول له بيرسونال اريا نتوركس بانز. هاي البيرسونال اريا نتورك بتغطي مساحة منزل، يعني تقريبا خلينا نقول شقة، واصغر طبعا من الشقة. اللوكال اريا نتوركس اكبر منها، بحيث انها بتغطي مبنى او مجموعة من المباني المتجاورة. وهذا الشيء بيصير مثلا في الجامعة، هنا عندنا عدة مباني متجاورة، او اذا مثلا كان في عندنا شركة او مؤسسة عبارة عن عدة مباني متجاورة، او المبنى نفسه عبارة عن عدة طوابق. الوايد اريا نتوركس الوانز طبعا هي اكبر، مبين من اسمها انها اكبر. طبعا الوايد اريا نتوركس هي غالبا بتشبك مجموعة من اللانز مع بعض. فمثلا احنا في الجامعة العربية المفتوحة في عنا عدة فروع، ممكن ان نربط هاي الفروع مع بعض بشبكة واحدة، وفي هاي الحالة بتكون وايد اريا نتورك، لانه فعليا احنا مبعثرين في دول مختلفة. طبعا اللي اكبر من الوايد اريا نتوركس هو الانترنت، لكنه مش ذاكرها في الكتاب. الانترنت بتغطي كل سطح الكرة الارضية بالاضافة للاقمار الصناعية اللي بتدور حواليها. طبعا هذا السكشن رح يتحدث عن الوايرد نتوركس، وهو السكشن الوحيد اللي بيتحدث عن الوايرد نتوركس، لان زي ما قلت سابقا من سكشن 4 واللي بعديه رح نحكي فقط عن وايرلس نتوركس. طبعا بقول لك في اي وايرد نتورك لازم كل نود موجوده او كل ديفايس موجوده يكون في الها نتورك انترفيس كارد، بنختصره نيك. طبعا نتورك انترفيس كارد هو بيتعامل مع الفيزيكال كونكشن مع النتورك، بحيث انه يقدر انه يحمل الداتا على الفيزيكال كونكشن للنتورك هذا. طبعا كل نتورك انترفيس كارد في له ماك ادرس، ميديا اكسس كنترول. طبعا الماك ادرس هذا مهم جدا، لانه الداتا اللي خارجه عنا من اي جهاز لازم انه يكون فيها عنوان المرسل والمرسل اليه على شكل اي بي ادرس زي ما بنعرف من الليرن اونلاين، وايضا على شكل ماك ادرس. طبعا ليش هذا الاشي؟ في عنا اجهزه مختلفه في النتورك، الراوتر البريدج والسويتش، لازم انها تنظر لعنوان المرسل اليه، وحسب هذا العنوان تعرف لاي اتجاه تعمل له راوتينج. طبعا الراوتر والبريدج والسويتش بيختلفوا في الفانكشناليتيز تبعتهم، وكل واحد فيهم بيستخدم عنوان شكل. فاحنا بس اللي بدنا نفهمه انه الماك ادرس مهم ان نحطه بالداتا اللي طالعه كعنوان مرسل وعنوان مرسل اليه، بالاضافه الى الاي بي ادرس. طبعا هون بيحكي عن مصطلح الفريمز، بقول لك هون انه اي داتا بدها تطلع او المسج بدها تطلع لازم انها تتقسم عادة لاجزاء صغيرة. هون هو الاجزاء مسميها فريمز، احنا عادة بنحكي باكيتس، لكن الفريم في فرق بينه وما بين الباكيت، لكن هو مش معالج لك الفرق في هاي المادة. احنا هون بدنا نعرف انه الداتا ما بتطلع كلياتها كوحدة واحدة من المرسل وتوصل للمرسل اليه، انما انها بتتقسم لاجزاء بتكون متساوية، وبعدين بهاي الداتا هاي الفريمز بتلتقي عند المرسل اليه، وبيتم اعادة ترتيبها عشان تطلع الاوريجينال داتا اللي اصلا تم ارسالها من المرسل.
طبعا هون بيحكي لنا عن الريبيتر. الريبيتر برضو احد الديفايسز اللي بنلاقيها بالوايرد نتوركس. تتذكروا من المحاضره اللي فاتت قلنا انه احنا في عندنا مشكله بالسيجنالز بشكل عام اللي هي الاتنويشن، الوهن او الضعف. طبعا الاتنويشن هذا بيصير لما السيجنال تمشي مسافه طويله بتضعف، فبالتالي بتصير الداتا اللي بتمثلها مش هي الداتا الاصليه اللي خرجت فيها من المرسل. وقلنا انه الحل انه احنا نستخدم امبليفايرز، مقويات او مضخمات ترجع تقوي السيجنال بحيث انه ترجعها لشكلها الاصلي اللي خرجت فيه من عند المرسل. طبعا هاي الامبليفايرز في الوايرد نتورك بنسميها احنا ريبيترز. في هذا الجزء من المادة بيقسم لنا الوايرد نتوركس حسب التوبولوجي تبعتها. طبعا شو المقصود بالتوبولوجي؟ لما يكون انا عندي مجموعه من النودز وعندي كيبلز، لما اربط النودز مع بعض من خلال كيبلز رح يتكون عندي بالنهايه شكل معين. هل هذا الشكل احنا بنحكي له توبولوجي؟ طبعا هي اشهر انواع النتورك توبولوجيز عندنا البص، الرينج، الستار، والمش. هدول هم الانواع الاربعه الرئيسيه. طبعا هو في كتابكم ما بيذكر الرينج، لكن الرينج اللي هو بيكون على شكل حلقه او بتكون عامله النود مع بعض على شكل دائره، بحيث كل نود قبليها دا نود وبعديها نود. احنا بدنا بس نتعامل مع التوبولوجيز اللي هو ذاكرها في كتابكم. فاول نوع اللي هو البص. طبعا خلينا نطلع على البص. فيجر 10 ايه بتبين لنا انه البص عباره عن كيبل رئيسي بكون ممدود، وهذا الكيبل الرئيسي بترتبط فيه كل نود موجودة عندنا في الشبكة. طبعا نلاحظ انه النود هو بيمثلها على شكل دوائر. طبعا هذا بذكرنا بالباص، لما تطلع انت الباص بتلاقي بالنص فراغ اللي الركاب بيمشوا فيه، وعلى اليمين والشمال كراسي. طبعا لاحظ هنا انه البص اللي هو الكيبل الرئيسي هذا راح يكون زي بوتل نيك عندنا في الشبكة، بحيث انه كل ما زاد عدد النودز زاد تنافسهم على استخدام هذا البص، وهذا الاشي ممكن يؤدي لانه سرعة الشبكة تنخفض. طبعا اذا تعطل البص معناته الشبكة كلياتها تعطلت، لكن اذا تعطلت واحدة من النودز الموجودة هذا ما بيأثر على عمل الشبكة ككل. نيجي للشكل الاخر اللي هو الستار. الستار بتشوفوا ان شكله رح يصير زي النجمة. لاحظوا انه هون بالوسط حاطط مربع لونه زهر. المربع الزهر هون عنده في كتابكم بيمثل الهب. الهب ممكن تعتبره انه زي نقطة بيتم فيها تجميع خطوط الشبكة من عدة نود. طبعا هو مو شرط يكون هب، ممكن يكون اي نوع اخر من انواع النودز. طبعا هون مشكلة الستار انه اذا الهب او النقطة المركزية هاي اللي بالوسط تعطلت معناته كل الشبكة تعطلت، لانه لاحظ في الستار كل نود في لينك واحدة بس او كيبل واحد بس ما بينها وما بين الهب، لكنها مش مربوطة مع اي اشي ثاني. طبعا لاحظ هو هون رسم لك اياها على شكل نجمة، لكن مش دائما انه النجم لازم يكون شكلها نجمة. فانا ممكن مثلا اجي ارسم ستار نتورك بانه اجي ارسم مربع على اساس انه الهب، بعدين اجي هنا بدي ارسم عدة دوائر تمثل النود، وبعدين اربطهم بلينكس. لاحظ انه هاي انا مش طالعة معي على شكل ستار، لكن لاحظ بما انه كل نود مربوطة بلينك واحدة مع نقطة واحدة، كلياتهم مربوطين من خلال لينكس مع نقطة واحدة بس، معناته هون انا بقدر اقول انها ستار. طبعا نيجي نكمل موضوعنا. بعد الستار في عنا المش، اللي هي غالبا احنا ما نحكي مش بيبقى ضدنا الفول مش اللي هي فيجر اي. طبعا شو بيميز المش؟ بيميز المش انه كل نود موجودة عنا لازم تنربط بلينك مع كل نود اخرى موجودة بالشبكة، وبالتالي اي نود بدها تبعت رسالة لاي نود اخرى رح تلاقي انه فقط في لينك واحدة ما بينها وبين النود المرسل اليه، يعني مش رح تضطر الرسالة انها تمرق بعدة محطات عشان توصل للمرسل اليه. طبعا هاي الشبكة اللي بيميزها انها رح يكون فيها مرونة عالية، رح تكون سرعتها عالية جدا. لو صار في عنا واحدة او اكتر من الكيبلز داون رح تضلها النود عنا جزء من الشبكة وتقدر تبعت لأي واحدة، لأنه رح يكون في عندها خيارات أخرى.
اذا هذيك الكابلز معطله. طبعا الفكر اي هاي صعب ان نعملها بالواقع لانه التكلفه تبعتها راح تكون عاليه جدا، لكنها طبعا اكيد مرغوبه. هلا خلينا نشوف شو الحلول اللي للمشاكل تبعت التوبولوجيز هاي. اول اشي عندنا البص. البص زي ما قلت سابقا اذا كتروا عدد النودز بتزيد التنافس على استخدام البص، وبالتالي الداتا ريت بشكل عام شو راح يصير فيها؟ حتنخفض، او يعني التنافس على الشبكه راح يزيد وحتحس ان الشبكه بطيئه. عشان هيك قالوا خلينا نعمل سيجمنتيشن لهي الشبكه، بمعنى اخر ان نقسمها لاجزاء اصغر. فمثلا خليني كل مجموعه من النودز اللي هم اصحابهم بيشتغلوا مع بعض، ممكن يكون مثلا في دائره او مجموعه او قسم واحد، اعمل لهم بص صغير خاص فيهم، وبعدين كل البصز هدول شو اعمل فيهم؟ اربطهم ببعض من خلال بريدج او سويتش اللي هو رسمه هون على شكل سداسي لون اخضر. طبعا هلا ايش اللي بيصير؟ كل بص صغير انتم شايفينه، مثلا هذا اللي فوق فيه اربع نودز، اللي على الشمال فيه وحده، اللي تحت فيه تنتين، كل واحد فيهم بيقدر انه ايش؟ يبعث للنودز التانيين الموجودين معاه في نفس الجزء. هلا اذا واحد فيهم مثلا هاي النود بدها تبعت رسالة لهاي النود، معناته رسالتها راح تمر من خلال البريدج أو السويتش عشان توصل للسيجمنت الثانية من البص. طبعا شو بيعمل البريدج أو السويتش؟ هو دائما بيقرأ عنوان المرسل إليه، إذا بلاقي المرسل إليه داخل نفس البص راح يحبسه بهذاك البص اللي إله، لكن لما يلاقي عنوان المرسل إليه للخارج راح يطلعه من البوابة اللي بتوديه للبص اللي فيه المرسل إليه. طبعا هيك بنضمن انه الكل راح يشتغل على الشبكة من غير ما يحس انه البرفورمانس تبعها منخفض. بنفس الوقت راح يكونوا فيش تنافس زي اول على استخدام نفس البص. هلا بالنسبة للستار قالوا بدل ما نخلي كل النودز مربوطين مع نفس الهاب، خلينا نعمل نفس الشيء انه كل مجموعة من النودز بيشتغلوا مع بعض نحطهم بستار لحالها، وعلشان نسمح للشبكات الصغيرة هاي على شكل ستارز انها تحكي مع بعض بنوصل الهبس مع بعض، وبالتالي اذا هذه النود بدها تبعت رسالة لهاي النود بتمر من خلال الهبس عبين ما توصل لايش؟ للستار اللي فيها النود المرسل اليه. هيك بنضمن انه الاجزاء المختلفة تقدر تحكي مع بعض. بنفس الوقت بنضمن اذا واحدة من الهبز اتعطلت، مثلا هاي الهب، معناته فقط النودز الموصولين فيها مش راح يشتغلوا بينما بقية الشبكة بتشتغل. هذا الشكل اسمه extended star. طبعا نيجي للمش. المش زي ما قلنا هي مرغوبة جدا، لكن مشكلتها انه تكلفتها كتير عالية. فايش قالوا؟ قالوا بدل ما نعمل فول مش خلينا نساوي بارتشال مش. البارتشال مش شو ميزتها؟ انه فيها تكرار، فيها ريدندنسي للكابلز، لكن هذا التكرار مش عند كل النودز. فمثلا لو نطلع على هاي النود هنلاقي انها موصولة مع خمس نودز اخرى موجودين في الشبكة، وبالتالي إذا تعطلت مثلا هاي الكابل حيظلوا النودز الآخرين في الشبكة قادرين إنهم يوصلوا لهاي النود، والسبب بذلك إنه في طرق أخرى للوصول إلها. بينما هاي النود هنا مش موصولة إلا من خلال كابل واحدة مع أحد النودز الأخرى. طبعا هي بتقدر إنها توصل أكيد لأي نود أخرى موجودة، لكن إذا تعطل الكابل تبعها هذا معناته مش راح تقدر إنها توصل للشبكة نهائيا. طبعا كيف نعرف انه والله هاي النود لازم انا اوصلها من خلال مثلا خمسة كيبلز او اكرر عدد كيبلز ومع اي نود اعملهم؟ طبعا هذا اشي النتورك ادمنستريتر بيقدر انه يقدره. فمثلا هذا ممكن يكون سيرفر، فانا بدي السيرفر هذا انه الكل يقدر يعمل عليه اكسس، فهون ببقى بحاجة لاني اعمل ريدندنسي للكيبلز. ممكن كمان انه يكون برينتر، شيرد برينتر، وبدي الكل يقدر انه يوصل لهي البرينتر، فبرضه هون ممكن اعمل ريدندنسي للكيبلز. لكن اذا كانت مثلا النود مش كتير مهمة او كتير مركزها حيوي في الشبكة، فممكن هون انا اكتفي بون كيبل. هون بيحكي عن البروتوكولز والستاندردز. طبعا احنا بنعرف انه البروتوكول هو مجموعة من الخطوات اللي بتتبع خلال ايفنت معين او لما بدنا موضوع معين يتم. كلياتنا بنعرف انه اذا بده
وزير او ملك، فاحنا ايش في عندنا خطوات معينه نمشي عليها في استقباله. نفس الاشي هون في الشبكات، في عندنا خطوات معينه بتتبع لما تكون اي عمليه بدنا ان نقوم فيها. طبعا على سبيل المثال في عندنا بروتوكول اسمه ايثرنت. هذا البروتوكول ما هوش بروتوكول جديد، هو بروتوكول قديم من السبعينات. هذا البروتوكول خاص في البص نتورك. فايش بقول هذا البروتوكول؟ لما يكون في عندي احد النود بدها تتنافس على استخدام الباص، كيف يعني تتنافس على استخدام الباص؟ يعني هاي النود في عندها مسج، في عندها داتا بدها تبعتها، وبالتالي هي ما بدها تبعت الداتا، بدها تبعتها من خلال الباص. ممكن انه بدها تبعتها لوحده من النودز المجاوره في نفس الشبكه، او ممكن لشبكه خارجيه، فهي بجميع الاحوال بدها تستخدم الباص. شو بدنا نساوي هون؟ اللي بدها تساوي انها تتنصت على الباص، تشوف هل هو اكتف ولا ان اكتف. وبالتالي اذا لقته انه ان اكتف، يعني بمعنى اخر غير مستخدم، بمعنى اخر فيش مسجز او فريمز قاعده بتتحرك فيه، معناته بتبعت الرساله اللي لها بالباص. هلا اللي ممكن اللي يصير انه تكون اكثر من نود بنفس الوقت قاعده تتنصت على الباص، وبالتالي كلهم لقوا بنفس الوقت انه ان اكتف، فكلهم بعتوا الداتا تبعتهم بنفس الوقت، فبالتالي الداتا كلياتها تلاقت في الباص. فهنا ايش ممكن انه يصير عندنا؟ كوليجن، بمعنى اخر الداتا تصادمت ببعض، اي شيء بتصادم بالثاني بيخرب. فهنا اللي راح يسمع بهذا الكوليجن هو بقيه النودز اللي موجودين بالشبكه. هلا نتيجه لانهم سمعوا بالكوليجن راح يعرفوا انهم مضطرين انهم يبعثوا هاي الداتا مره ثانيه،